بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا النهاردة نبدأ أول فقراتنا وهي فقرتنا الإخبارية. ومعانا أول مداخلة وخبر مهم جدا خاص طبعا بإعلان وزارة الصحة والسكان لتأكيد الإصابة مخالط للصيق لحالة جدري القرود التي تم الإعلان عنها يوم 8 ديسمبر الجاري. ويأتي اكتشاف هذه الحالة طبعا ضمن الإجراءات المتخذة في التقصيات الوبائية ومتابعة الخالطين للحالات الإيجابية، وده طبعا ضمن استراتيجية وزارة الصحة. تفاصيل أكتر عن يعني جدري القرود والحالات المصابة بجدري القرود، احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق. صباح الفل يا دكتور. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. يعني تفاصيل كتير جدا محتاجين نعرفها خاصة طبعا بجدري القرود. نعرف من حضرتك في الأول، هل في مؤشرات بتظهر على المريض يعني يؤكد أن ده عنده أو مصاب بجدري القرود؟ زي كورونا كده كان في مؤشرات بتقول أنه مثلا سخونة ابتدى يظهر كده، يعني حاسس أنه همدان في الجسم. جدري القرود ليه مؤشرات؟ هو الحقيقة بيبدأ فعلا بارتفاع في درجة الحرارة، نعم، وبيبقى معاه صداع، وتلاقي الإنسان حاسس بأوجاع مختلفة في الجسم، في العضلات والعظم، وفي نوع من غمنان النفس، وبيبقى فيه التهاب في الغدد الليمفوية، بيبقى فيه تورم فبتبقى ورمة. الأعراض دي بتستمر يعني كام يوم، يعني أنا 4 أيام 5 أيام كده، بعد كده بتختفي الأعراض دي. وبيظهر طفح جلدي في الجسم كله على هيئة حبوب حمراء. انت عارف حضرتك الجدير المائي؟ حاجة زي كده يعني شبه كده. تبص تلاقي حبوبات حمراء ثم تتحول إلى فقاقية مائية ثم تتحول إلى بثور صددية. والمريض عادة في خلال مثلا من 10 أيام ل 15 يوم بيخف. انا عايز اطمن الناس من كذا حاجه. اولا يعني هذا المرض لا يمثل وباء، يعني مش ولا حتى هو ظهر في اوروبا في الاول الخريف ولم يكن وباء، هي حالات اصيبت به لكن لم يكن وباء، وهو مش مرض وبائي. ليه؟ لان الفيروس ده ما بينتشرش عن طريق الهواء. يعني فاكر كانت مشكله كورونا ان واحد قاعد في مكان بنصوره في المكان كله، ده لازم يبقى فيه يعني تلاصق بين المريض وحد سليم، او انسان سليم يستخدم ادواته الشخصيه، ياكل معاه، يعني يبقى قريب منه، صحيح. يبقى فيه يعني تلاصق، ينام في السرير بتاعه، يعني يبقى فيه التصاق شديد قوي عشان ينتقل. عشان كده هو ما هوش وباء الحقيقه. دكتور، عايزين نستغل وجود حضرتك و في الأول كمان بنشيد بدور وزارة الصحة، وبنشيد بأصحاب البلط الأبيض في التعامل مع جائحة كورونا، كل احترام والتقدير ليكوا بشكل كبير جدا، لكن بنستغل وجود حضرتك كمان إن حضرتك بتشرح الموضوع بطريقة بسيطة، لأن للأسف في بعض الناس بتطلع على السوشيال ميديا وهم غير متخصصين بيكبروا من الأمور، الناس بتخاف. حضرتك فكرة العدوى، يعني إزاي أنا أقدر أقي نفسي مثلا؟ هل الموضوع بيكون بالتلامس؟ هل الموضوع مثلا بينتشر بسرعة؟ حضرتك يعني عايزين نعرف الناس أكتر. هو طريقة انتقال المرض من المريض للسليم زي ما بقول حضرتك، ممكن مثلا واحد بيكح أو يعطس في وش واحد، أو زي ما قلت حضرتك في يعني التصاق يعني انتقال عشان كده يعني برضو لاحظوا ان الحالات معظمها اللي اصيبت به في اوروبا كانت عند المثليين للاسف، يعني لانه يعني مرض بينتقل عن طريق العلاقات الغير سويه، فلازم في تلاصق. او ممكن طبعا زي ما قلت لسيادتك ان انا استخدم فوطه حد مصاب او الفرشه بتاعته او حاجات شخصيه تخصه، او اكل معاه في نفس الطبق، او نتبادل الشراب في كوب ميه او عصير او حاجه، يعني لازم يبقى في اتصال دقيق جدا بالمريض. صحيح. انما مش مثلا واحد ماشي كده ولا يبقى ينقله او يبقى قاعد في مكان، يعني في مش دي طريقه العدوى. زي ما قلت لازم يبقى في يعني التصاق او تقارب او استخدام
الادوات الشخصيه للمريض. دكتور هاني، حضرتك ذكرت انه اول 4 ايام بيكون فيه سخونه وهمدان وبعد كده بيظهر طفح جلدي، هل العدوى بتكون بعد ال4 ايام اللي هو يعني عن طريق الطفح الجلدي زي ما كنا بنسمع الجديري المائي كان بينتقل عن طريق التلامس، يعني هل الطفح الجلدي هو العدوى ولا من بدايه الاصابه بالمرض؟ لا، من بدايه الاصابه. يعني النهارده المريض لسه ما ظهرش اي طفح جلدي، ممكن ينقل الفيروس واثناءه، لكن بعد ما بيخف تماما خلاص ما فيش اي مشكله، خلاص تمام، يعني ما ينقلش المرض. عايز اقول لحضراتكم حاجه برضو عشان نطمن الناس، ان نسبه الوفاه بهذا المرض ضعيفه للغايه. يعني لقوا ان الناس اللي بتصاب بيه اكتر من 90% منهم يعني بيخفوا تلقائيا، والوفاة ضعيفة للغاية، زي برضو زي الجديري نفس الكلام. يعني نسبة دكتور حضرتك بتتكلم عن العلاج من المرض، ولكن خلينا نتكلم عن السيناريو الأصعب لو أنا أهملت في علاج هذا المرض. والحاجة التانية حضرتك، أنا كمواطن بسيط ما يعني ثقافتي على قدي، لو حسيت أن عندي سخونة أو عندي نفس الأعراض أبتدي توجه لأي مستشفى ولا في مستشفيات كمان تكون متخصصة أو في رقم ساخن، أو التعامل هيكون إزاي؟ بص حضرتك، أنا دايما أقول يعني دي عندنا مشكلة في مصر. أنا أول ما أحس بأي نوع من أنواع التعب لا أعالج نفسي ولا أسأل صديقي صحيح. ولا أسأل أسرتي ولا أسأل جاري ولا أروح أتعالج في الصيدلية. إحنا بنعمل كل ده بصراحة في وقت واحد. دي مشكلتنا، يعني دي مشكلتنا واللي بيسبب لنا الحقيقه مشاكل صحيه كبيره. صحيح. بتبقى احيانا انا ممكن اخد علاج يعمل لي مشكله اخطر من المرض اللي عندي. صحيح. فاول ما احس باي حاجه مش طبيعيه او اول ام تلاقي ابنها عنده حاجه مش طبيعيه وتعبان، على الدكتور على طول. على طول. وعلى حسب انا عندي حاجه في الجلد اروح لدكتور جلديه، حاجه في عيني اروح لدكتور عيون. صحيح. مغص اروح لدكتور بطنه، كحه اروح لدكتور صدريه. يعني ما نعالجش نفسنا ابدا. لان ده يعني مشكله كبيره جدا عندنا الحقيقه في مصر. صحيح. فانا طبعا برشد اي حد يشكو من اي شيء اروح للدكتور على طول، انما بلاش اعالج نفسي او استعين باصدقاء او اخد علاج من السوشيال ميديا. صح. او اشوف حد كاتب بحاجه او معامل زيه او مضاد حيوي. يا دكتور ما انت عارف حالك، احنا اي حاجه مضاد حيوي ايا كان بقى نوع المرض. ايا لا، ده في أسوأ مضاد الحيوي، مجموعة البرد. صحيح. حاجة لطيفة جدا، حاجة سحرية كده. يعني احنا بنشوف حضرتك في عيادات الجلدية الآثار الجانبية ليها، أنا بسميها الآثار الجانبية أحيانا القاتلة. كارثة. لا مش 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 فاصل، لا قاتلة. بمعنى إن أنا ممكن أدخل مريض العناية المركزة بسبب مجموعة البرد. يا. أمال إيه؟ ده ممكن تجيب للإنسان حالة اسمها ستيفن جونسون. ده تلاقي الانسان كان حضرتك دلقت على جسمه كله ميه مغليه درجه حرارته فوق 100. كيس يا دكتور بيكون فيه تقريبا من 7 لـ10 حبايات كبسول وحاجات من ده كله، وبعدين تسال المريض يقول لك انا ارتحت. هو فعلا بيرتاح؟ ده في ناس بتترحل الروح الابديه خالص، يعني بيموت. ارتاح ازاي يعني؟ ربنا يا رب يستر. بس هو اصلا بيعمل ايه؟ بيحط لك كل ادويه، مضاد حيوي، مسكن، مضاد الروماتيزم، كل حاجه للاسهال. فبتحط التشكيله دي في حاجه في الطب اسمها دراج انتراكشن او التداخل الدوائي. لو انا اخدت ساعات دوائين او ثلاثه مع بعض بيحصل تداخل بينهم. صحيح. فده بيؤدي الى ظهور مركبات كيماويه قد تؤدي الى مثلا فشل سريع في الكلى او التهاب شديد في الجلد او وجود في القلب. فطبعا الكلام فاضي، فانا اناشد الناس. نتائج كارثيه. لا مجموعه البرد ولا حقنه البرد. طب دكتور هاني، هل في سن معين اكتر عرضه للتعرض لمرض جدري القرود؟ يعني هل مثلا نقول كبار السن، يعني الاطفال الصغيرين، ولا ما فيش سن معين؟ لا، الحقيقه هو بيصيب الجميع. يعني بيصيب الصغير وبيصيب الكبير. هي بتبقى خطورته امتى حضرتك؟ يعني انا قلت نسبه وفاه قليله، تحصل امتى؟ لو ان المصاب ده يعني بيعاني من امراض اخرى مناعيه او شديده، فبتاثر طبعا على مناعته. وهنا اصل في الاصابه هنا الانسان محتاج لمناعه قويه عشان يقدر يحارب طبعًا الفيروس. فلو المناعه فيها مشكله من الاول هنا بيبقى فيه خطوره على صحته. صحيح.
صحيح. لما هو بيزيد طبعا دكتور، يمكن برضو انا بتكلم يعني، حضرتك قلت كلام بيعجبني قوي، طريقه حضرتك حضرتك مش بتهول من الامور ولا بتبسط منها، وحضرتك قلت كمان اي حد بيتصاب بيتعالج تمام يعني، ولكن برضو انا ارجع اتكلم عن المواطن البسيط ازاي يقدر يتواصل مع المستشفيات الحكوميه. يعني ممكن تكون انا ظروفي الماديه لا تسمح ان انا اروح عند دكتور خاص، يا ترى مستشفياتنا المصريه عندها استعداد للتعامل مع مثل هذه الحالات؟ طبعا. لا انا لما بقول لك حضرتك يروح للدكتور ما اقصدش ان هو يروح لعياده خاصه، انما كلمه الطبيب هنا هي تمثل الصحه بصفه عامه، لان الطبيب ده موجود في عيادات وزاره الصحه وفي مستشفيات مختلفه، ومش بس كده، وفي عيادات كليات الطب اللي موجوده في كل محافظه دلوقتي. يعني انا مش معناه ان انا اقول كده انه يروح للدكتور فيات، لا، ان انا الجا للطب بصفه عامه. انما طبعا وزاره الصحه يعني عيادتها الحمد لله منتشره مش بس في المحافظات، وفي كل المراكز وفي كل مكان. فانا طبعا لما احس باي حاجه بروح لاقرب عياده تابعه لوزاره الصحه او عياده طبيه تابعه لاقرب كليه طب ليا في المحافظه بتاعتي. طبعا الناس عندها خبرات، وزاره الصحه الحقيقه كمان في مجال الحميات يعني لهم باع. احنا عندنا في مصر مستشفيات، كذا مستشفى الحميات مش واحده، في كل المحافظات. فطبعا على طول بينتقل للمريض. انا بس عايز اقول حاجه عشان ما ننساش قبل الوقت، موضوع الوقايه من المرض ده. بالظبط. بفكر الناس ان الوقايه من الامراض المعديه كلها بتعتمد على نفس الكلام اللي طول الوقت بنقوله حتى لكورونا. حقيقي. يعني ايه؟ موضوع الكمامه. انا نفسي ثقافه الماسك او الكمامه دي عندنا في مصر تبقى حاجه مهمه جدا. تبقى ثقافه عامه. بالظبط حضرتك، يعني احنا زمان قبل حكايه كورونا مش كنا طول النهار بنجيبنا انفلونزا وكح او صحيح، نتيجه ايه؟ احنا راكبين الاتوبيس، راكبين المواصلات، في بنك، في شركه، جنبي حد عنده دور برد، مجرد ان بيتصل بينقلولي. صح. فدايما اقول يعني خلينا بقى نتعود على ان الكمامه دي حاجه مهمه في حياتنا. يعني زي ما بنقول نشرب ميه كتير وناكل سلطه وكده، ان انا لازم لو في مكان زحمه احط كمام على وشي. صحيح. على طول. اتنين، اتعود حضرتك ان انا اول ما ارجع من بره البيت لازم اغسل ايدي بميه وصابون، ولازم اغسل ايدي بميه وصابون قبل الاكل. قواعد النظافه العامه. طبعا. ما اكلش في طبق حد غريب. ما اشربش مطرح حد. دي حاجات مهمه جدا لازم تعود عليها، اكلنا لازم نغسله كويس. بلاش حكايه العاده بتاعتنا دي، السلام. كل لما يعني اقابل صاحبي مرتين في اليوم اخده بالحضن وابوسه. مش ممكن يعني. الحاجات دي بقى لازم تنقرض حبه زياده قوي. بالظبط. كالعاده حضرتك بتدينا دايما فعلا تفاؤل، وحقيقي بتبسط لنا الموضوع. انا ما انساش ابدا مكالمه حضرتك ايام فيروس كورونا، واحنا لسه في يعني عز انه الاصابه بفيروس كورونا، وديت لنا طاقه ايجابيه وقلت لنا الفيروس هيعدي، وحقيقي احنا واصلين لمراحل كويسه جدا جدا، وعدينا بمراحل كويسه جدا يعني مقارنه طبعا بدول كتيره في العالم. انا بشكرك جدا دكتور هاني الناظر، استاذ الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث الاطبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور طبعا على معلومات حضرتك الاكثر من رائعه. شكرا لحضرتك. معانا ايه يا مايكل؟ نروح بعد كده للخبر اللي بعده. معانا خبر بيقول اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمات الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغانم مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السيدة كريستال هودمان المدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب السيد ياسر شاكر المدير التنفيذي لشركة أورنج مصر، والسيد جوريم هينيك المدير التنفيذي لأورنج الشرق الأوسط وأفريقيا. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع السيد سامح شكري وزير الخارجية. نطلع مع بعض نشوف التقرير ده، وبعد التقرير خليكم معانا. We'll be right back.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة، وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في خطوات استكمال التغذية الكهربائية الإضافية للمشروع القومي العملاق الدلتا الجديدة وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، وبما يساعد على استيعاب معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى رقعة الجمهورية وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية بها، مما يدعم قطاع الأمن الغذائي ويساهم في فتح آفاق التصدير وكذا توفير فرص العمل. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كريستل هيدمان المديرة التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب السيد ياسر شاكر المدير التنفيذي لشركة أورنج مصر، والسيد جيروم هانك المدير التنفيذي لأورنج للشرق الأوسط وأفريقيا. اللقاء تناول استعراض جهود التعاون المشترك مع مجموعة أورنج العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد رحب السيد الرئيس بالزيارة الأولى للمدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية إلى مصر، موضحاً سيادته حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر، ومن ضمنها مجموعة أورنج العالمية، وذلك في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة المنشآت والمدن الجديدة والمشروعات الكبرى، والتي تمثل ركناً أساسياً في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر. من جانبها أعربت المدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، متوجهة بالشكر إلى سيادته على تذليل أي عقبات تواجه أنشطة المجموعة في مصر، بما في ذلك إتاحة الترددات وبناء أبراج الاتصالات، ومؤكدة أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر، على نحو يشجع أورنج على التوسع في أنشطتها الاستثمارية بها، خاصة من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة وزيادة التعاون في المشروعات القومية العملاقة، لا سيما في ظل كون مصر إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة أورنج وزيادة استثماراتها في قطاع الاتصالات في مصر، خاصة في ظل الفرص الضخمة التي يوفرها السوق المصري، وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر. على جانب آخر، استعرض الدكتور عمرو طلعت الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد اطلع السيد الرئيس على الجهود القائمة لتحويل مدينة المعرفة إلى منطقة اقتصادية حرة، فضلاً عن مبادرات وزارة الاتصالات للتنمية البشرية، لا سيما في مجالات البرمجيات وتسويق الإلكترونيات والتسويق الرقمي والأمن السيبراني والتحليل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تدريب الطلبة والخريجين الجدد لتأهيلهم لسوق العمل في مختلف شرائح قطاع الاتصالات،
وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تطوير الخدمات المميكنة للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير الوقت مع تحقيق الدقة، وذلك من خلال التوسع في شبكة الألياف الضوئية والإسراع بالتحول الرقمي للخدمات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد سامح شكري وزير الخارجية. الاجتماع تناول قيام السيد وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقد أشار السيد وزير الخارجية إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة في تنفيذ الاستراتيجية والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع. برحب بحضراتكم من جديد، وهنشوف مع بعض الخبر اللي بعده وحاجة بتخص الفلك. الليلة تشهد سماء مصر والوطن العربي تساقط ما يقرب من 120 شهبا ملونا من شهب التوأميات في الساعة الواحدة. وتفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوزوفيقية. صباح خير يا فندم. صباح خير يا دكتور. دكتور جاد معايا على الهاتف؟ دكتور. طيب احنا يمكن ثقافة الناس في التعامل مع الظواهر الفلكية، انا شايف الموضوع بدأ يتغير، مش بس عشان خاطر قمة المناخ اللي كانت في شرم الشيخ وفكرة الناس تتعامل ازاي مع تغير المناخ، لكن كمان يعني الناس بدأت تهتم اكتر بالطقس، تعرف الجو عامل ايه، يا ترى في امطار، يا ترى السماء صافيه. انا حاسس ان الثقافه دي بتتغير، ولا ايه رايك؟ ولا وفكره كمان الشهب، الناس بقت بتتحب تتفرج قوي على الحاجات دي، لان هي دلوقتي بقت تتشاف بالعين المجرده وفي توقيتات محدده. صحيح. وطبعا يعني مهتمين جدا بعلم الفلك في التوقيتات اللي احنا فيه، زي ما بتقول الثقافه اختلفت زمان. صحيح. غير دلوقتي بقينا نحب نشوف ايه اللي هيحصل ونتابع ايه اللي هيحصل في يعني العلوم الجيوفيزيقيه بشكل عام. يمكن كمان برضو التعامل مع الطقس والمناخ، الثقافة اللي بتتغير بشكل سريع، وكمان أنا حضرت أكتر من مؤتمر كان كمان دكتور جاد بيتكلم وبيفهم الناس الطقس والمناخ، وبقت ناس عندها حب كمان إن هي تعرف الفلك والمرصد بيقدم إيه. دكتور جاد معايا على الهاتف؟ مع حضرتك فندم. صباح خير يا فندم. صباح الخير على حضرتك، ويومك سعيد إن شاء الله. يمكن الموضوع كبير شوية على المستمع، عايزين نعرف من حضرتك. اولا انا شايف ان الدنيا بتتغير، ان الناس ثقافتها بدات تهتم اكتر بالامور الفلكيه وحاله الطقس، ويمكن تغير المناخ في المؤتمر الاخير وقبله بشويه والتحضيرات والتجهيزات ودوركم القوي جدا في ان الناس تبقى عارفه تغير المناخ ده بيسبب ايه. حضرتك شايف ان الناس بدات الثقافه بتتغير ولا لسه برضو زي ما هي؟ والله هو كلام حضرتك سليم جدا. احنا كنا يعني قبل كده الناس مهتمه يمكن بالطقس اكتر من درجات الحراره والمطر. صحيح. والسيول وكده، لكن في الفتره الاخيره وده نتيجه جهود كتيره سواء المعهد بيقوم بيها والتواصل طبعا مع كل وسائل الاعلام المسموعه والمرئيه، اصبح عندنا يعني في طفره في اهتمام المجتمع العام بالظواهر الفلكيه وبالاحداث الفلكيه. أتخيل حضرتك لما بيكون عندنا أي حدث فلكي في المعهد بيكون موجود يعني مئات الأشخاص. يعني المرة اللي فاتت دي كان في كسوف الشمس كان حوالي 1400 واحد أو 1500 واحد في الألوان بس. غير الفروع التانية، ودي حاجة بصراحة بتساعدني أنا على المستوى الشخصي، لأن ده معناه إن الناس بدأت تفكر في اتجاه صحيح، تعرف العلوم. أنت عارف كان أكتر حاجة بتقرقنا في الفترات اللي فاتت انتشار الشائعات الغير صحيحة عن الظواهر الطبيعية. يعني مثلا يقول لك ده احنا دخلنا حزام الزلازل وزلزال مدمر هيضرب مش عارف ايه ونهاية العالم، او كويكب عملاق يصطدم بالارض ونهاية العالم. واخد بعضك، كان كل دي شائعات كتيرة بتعمل يعني بلبلة ورعب لدى عدد من المواطنين اللي ما عندهمش يعني آلية انه يتأكد من المعلومات الصحيحة. أنا شايف دي فعلا يعني طفرة حصلت في المجتمع العام، بالإضافة طبعا يعني خلال العام الماضي ونتيجة استضافة مصر قمة المناخ كوب 27 كان في زخم إعلامي ومجتمعي
وفعاليات كتيره تخص ثغرات مناخيه. يعني انت كنت ممكن يعني اي وسيله اعلام في اي وقت تلاقي الناس كلها بتتكلم على ثغرات المناخ، فاصبح المواطن العام ايضا عنده هذا التوجه، ودي يعني ظاهره طيبه جدا جدا. اكيد بنشكركم وكل وسائل الاعلام عليها. يعني صباح الفل يا دكتور جاد في البداية، وعايزين نعرف من حضرتك بقى النهاردة الخبر يعني مثير جدا، ونعرف ايه هو في البداية شهب التوأميات، وهل ليها عدد محدد، ونعرف توقيتاتها، يعني تفاصيل اكتر من حضرتك. انا طبعا بكرر صباح جميل على حضرتك كل المشاهدين. فعلا من زخات شهب الجميلة جدا على مدار العام، احنا عندنا على مدار العام يعني ما يقرب من 20 زخة شهب، لكن زخة شهب التوأمان او الجوزاء الاسمين صحيحين، لانها مرتبطة بكويكب فايسون، ودي اللي في مجموعة الجوزاء. زخة شهب دي من الحاجات الجميلة اللي فيها ان انها اكثر زخات شهب غزارة في عدد الشهب، يعني فيها حوالي متوسط 120 شهاب في الساعة، وده حاجة يعني كبيرة جدا. زخات تانية بتبقى 10 15 20، يكون يبقى عندنا 120 شهاب في الساعة، دي حاجة جميلة. جمالها كمان بقى ان يعني دخلنا في جو الشتاء، الصخب بتاع الصيف والاجازات والاضواء والاحتفالات تقريبا انتهى او قل، ففرصة رؤية السماء او مراقبتها بالليل بتكون افضل، وهي طبعا يعني هتبقى متميزه جدا وخاصه بعد منتصف الليل. يمكن يعني تسميتها كمان التوأمان او التوأم بيخلي الناس ترتبط بقى بالمعلومات العامه، ايه موضوع التوأم، هل في كواكب متوأمه مع بعضها من عدمه، وطبعا ده مش صحيح. يمكن كمان النهارده علشان داخلين بقى القمر في طور الهلال، فيعني إضاءة السماء بتكون أخف، وده بيدي فرصة أكثر لمراقبة أو رصد شهب الجوزاء. بالمناسبة هي بتورى بالعين المجردة. ده سؤالي لحضرتك، هل نقدر نشوفها بالعين المجردة؟ بالعين المجردة تتشاف. وبنأكد تاني إن مفيش فيها أي خطورة لا على الأرض ولا على الإنسان، لأن إحنا زي ما عرفنا قبل كده الشهب هي عبارة عن غبار وأتربة كونية بتدور في الفضاء، لما بتيجي المدار بتاعها والمسار بتاعها وبتسقط من الغلاف الجوي للارض بتكون يعني حبيبات رمل كده لامعه، وبعد مسافه معينه بتنطفي وبتبقى زي الاتربه، ملهاش اي تاثير سلبي على الارض. هتستمر تقريبا قد ايه يا دكتور؟ يعني حضرتك يعني الساعه واحده تقريبا، وممكن تستمر لغايه امتى؟ هي زخة شهب الجوزاء هي اصلا موجوده في الفتره من 7 ل 17 ديسمبر، لكن ذروتها الليله دي، فهتكون يعني اقصى او افضل وقت لرؤيتها بعد منتصف الليل لحد الفجر بكره ان شاء الله. سؤال لحضرتك برضو، وده يعني انا عارف ان ده هيكون حمل ثقيل عليكم، ولكن نفسي كمان طلاب المدارس والجامعات يكونوا دايما عندهم الفكر والثقافه ان هم يروحوا المعهد او يروحوا المرصد يعرفوا أكتر عن التغيرات الفلكية، لأني بصراحة حضرتك في مرة كنت تدي محاضرة وسألتنا سؤال غريب جدا، وطبعا الواحد استغرب من نفسه إن واحد في السن ده مش قادر يفرق، حضرتك سألتنا فرق ما بين الطقس والمناخ، وخصوصا كمان إن في بعض الأسئلة الغريبة الواحد بيسمعها وبيقعد يضحك. يعني يا ريت بس تقول لنا حضرتك هتتنبأ إزاي، بيتعاملوا مع العالم الفلكي كأنه مثلا ساحر، عفوا يعني تعليق حضرتك. ده صحيح. أنا الأول طبعا يعني أنا بشكر حضرتك على تأكيد رسالة المعهد، احنا المعهد فتح ابوابه للجمهور اولا للتعرف على الانشطه البحثيه اللي موجوده. صحيح. عندنا متحف علمي صغير فيه بعض الاجهزه كتلسكوبات فلكيه، كاجهزه جيوفيزيقيه، كمحطات رد زلازل، سواء في المقر الرئيسي في حلوان من خلال تلسكوب الشمس اللي موجود، او حتى تلسكوب رينولدز التاريخي، مفتوح للزياره على مدار العام لطلاب المدارس والجامعات. يمكن طلاب الجامعات متخصصين بيبقى يكون في برامج تدريبيه اليوم اكتر في اجازات الصيف، لكن الرحلات المدرسيه على مدار العام موجوده. في جمعيات مجتمع مدني بيجيبوا الاسر واولادهم بييجوا يزوروا المعهد، ودي حاجه يعني جميله جدا وبتساعدنا. يمكن عندنا مقرات فرعيه ثانيه زي مرصد الاطماع الفلكي، زي مركز زلازل في اسوان، ودي ايضا مفتوحه لاستقبال طلاب المدارس والجمهور. الهدف الثاني اللي بناكد عليه ان المعهد رسالته مجتمعيه. احنا في ابحاث علميه متخصصه
وفي بعض الحاجات اللي بتصعب يعني يصعب على المواطن العام ان هو ممكن ياخدها بسهوله كده، لكن في نفس الوقت احنا بنقوم بتبسيط العلوم. عندنا بالمناسبه سلسله مطبوعات المعهد بيقوم بيها من اكثر من 20 سنه تبسيط العلوم، بحيث المواطن العام اللي يعني ما عندوش القدر الكبير من التعليم والثقافه سواء بلغات اجنبيه او كده يقدر ياخد المعلومه مبسطه، بحيث يعني تاني ان احنا عايزين نوصل العلم صحيح للمواطن. وعلى فكره يعني توصيل العلوم او ساينس كوميونيكيشن دي برضو يعني عمليه مش سهله، هي مش مستحيله لكن محتاجه ادوات، ودي يعني الباحثين عندنا الحمد لله كلهم مدربين ومؤهلين ان هم يقوموا بالقصه دي. الدليل لما يبقى في ظواهر فلكيه بيبقى في منتشرين في اماكن كثيره على انحاء الجمهوريه من خلال المراكز والمقرات الفرعيه للمعهد بتلسكوبات صغيره بنوضح للجمهور، فالمعهد فاتح ابوابه على مدار العام. بالمناسبه خليني يعني استغل وجود محركم، احنا يوم 21 ديسمبر اللي جاي ده ان شاء الله هو اولا تاريخ الانقلاب الشتوي، لكن في ظاهره فلكيه جميله جدا تعامد الشمس على بهو الاعمده في معبد القرنك. الله. وده احنا يعني بالتعاون مع وزاره السياحه والاثار وهيئه تنشيط السياحه ومحافظه الاقصر عاملين احتفاليه كبيره هناك. اليوم اللي قبلها في محاضره عامه في مكتبه مصر، وتاني يوم في ارصاد وفي تصوير للظاهره طبعا مع السياح سواء الاجانب او المصريين او العرب المشاركين. فايضا من الحاجات الجميله اللي احنا بنحب نشارك فيها لتوضيح تقدم العلوم عند قدماء المصريين، وان احنا نحذو حذوهم يبقى عندنا نوع من العلم. احنا يعني بنسمع الوقت في برامج فضاء كتيره، في دول عربيه ليها مساهمات في الفضاء، نامل ان احنا قريب ان احنا كمان يكون لنا برامج الفضاء بتاعتنا ولنا رواد فضاء. صحيح. وده هتيجي من النشأ اللي هو بيجي زي ما حضرتك قلت بيزوروا المعهد يشوفوا الامكانيات يبدا ينمي افكاره وثقافته، بحيث يعني بدل ما يطلع يعني يعني يكون عنده طموحات ان يعمل حاجه كبيره للانسانيه والمصر ان شاء الله. صحيح. احنا بنشيد بدور المعهد بصراحه، وكمان يعني خلينا نقول الحقيقه ان انتوا المناره او انتوا الطريق اللي هيرشدنا ان احنا نخلص من الازمه اللي احنا فيها، مش بس مصر كمان العالم كله بالنسبه لتغير المناخ، وكمان تسليط الضوء لكل الناس لمعرفه التغير والطقس، وكمان التوعيه اللي سمعناها كتير قوي من فكره استخدام العالم كله للوقود الاحفوري، وان مصر تكون كمان الرائده في استخدام الوقود النظيف والاعتماد على الطاقه الجديده النظيفه المتجدده. يعني انا بكني ليك كل الشكر والاحترام ومزيد من النجاح كمان، وبنقول للناس يعني بصراحه انتوا دوركم كبير جدا ولسه مكملين معاكم كمان يا دكتور. بشكرك جدا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث. شكرا دكتور جاد. احنا معانا مايكل تقرير دلوقتي خاص بجهود وزارة الدفاع في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية للارتقاء بكافة الأنشطة العلمية والبحثية، وفي إطار تحقيق الاستفادة من مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. القوات المسلحة بتكرم الفريق البحثي لكلية الطب المشارك بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية. خلينا نتابع تفاصيل أكتر لهذا التقرير في تفاصيل أكتر لهذا الخبر في هذا التقرير اللي جاي، ونرجع نكمل مع حضرتك. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية للارتقاء بكافة الأنشطة العلمية والبحثية، وفي إطار تحقيق الاستفادة من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، حصل الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على الميدالية الذهبية، فضلاً على تقييمه ضمن أفضل 5 فرق في مجال السلامة البيولوجية، وذلك بالمسابقة العالمية للهندسة الوراثية IGEM التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكثر من 7000 طالب يمثلون 350 فريقاً بحثياً ل46 دولة على مستوى العالم للمنافسة على إيجاد الحلول العلمية غير التقليدية باستخدام أحدث تقنيات الهندسة الوراثية والبيولوجيا التخليقية في مجالات التشخيص والعلاج لمختلف الأمراض، حيث اختار الفريق البحثي
أحد الأمراض الوراثية للأطفال نتيجة بعض الطفرات الجينية والتي يصعب تشخيصها والعمل على اكتشافها مبكراً بواسطة ابتكار اختبار تشخيصي منخفض التكلفة مع إمكانية تطبيقه بسهولة داخل العيادات والمستشفيات، حيث شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تكريم الفريق البحثي، وذلك بعد تحقيقه النجاح المبهر بتلك المسابقة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أولياء أمور الفريق البحثي. وألقى اللواء طبيب خالد شكري مدير كلية الطب بالقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، مما ساهم بشكل كبير في حصول فريقها البحثي على تلك الجائزة المتميزة. كما ألقى المشرف العام للفريق البحثي كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي وفرت كافة الإمكانيات التي مكنت من تحقيق ذلك التميز. أعقبها تكريم أعضاء الفريق البحثي الذين تمكنوا من تقديم صورة مشرفة وتحقيق نتائج مبهرة وفقا للمعايير والأسس التي نظمت بها المسابقة. وفي نهاية الحفل ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، كما قدم التهنئة للفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة مشيدا بتميزهم ومساهمتهم في إظهار النموذج المشرف للشباب المصري الطامح لتحقيق الريادة بمختلف المجالات التي يشارك بها، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا من أجل تطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بما يدعم تحقيق المنظومة الطبية المتكاملة بالمواصفات والمعايير العالمية لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء. مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ومعانا خبر مهم جدا. من المفترض أنه اليوم هتنطلق القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن، ومن المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام في إطار استراتيجية أفريقيا الجديدة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي في أغسطس الماضي. التفاصيل أكتر طبعا عن هذه القمة احنا معانا عبر الهاتف سيادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير سيادة السفير. صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك. أهلا وسهلا. بداية خليني أعرف من حضرتك أهمية هذه القمة، ونعرف في البداية طبعا هل دي تعد أول قمة أمريكية أفريقية؟ لا، هي القمة الثانية، يعني القمة الأولى عقدت في عهد الرئيس باراك أوباما في 2014. نعم. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لها علاقات قديمة مع بعض الدول الأفريقية مراكز معينة، ولكن اتسع نطاق الاهتمام في ظل ظهور بوادر أزمات اقتصادية في عهد الرئيس أوباما، وعقدت القمة في 2014 ولكنها لم تتكرر على مدى 8 سنين بالضبط. فبالتالي جاء الحزب الديمقراطي مرة أخرى وعقد هذه القمة. قبل ذلك في عهد الرئيس الأمريكي أيضا الديمقراطي كلينتون أطلق مبادرة اسمها التعاون والتجارة بدلا من المساعدة والمعونة، يعني أنه هو بيحول بدل ما بيقدم معونات لدول أفريقية هيركز على توسيع نطاق التبادل التجاري ونطاق التنمية والاستثمار المشترك مع الدول الأفريقية. فهنا بدأ في تغير نوعي، وبدأت زيارات المسؤولين الأمريكيين، وتوسع نطاق نشاط جمعية اللي هي الجمعية الأفريقية الأمريكية، ودي معظمها من كبار رجال الأعمال من أصول أفريقية. فدي أيضا بدأت تنشط. فهو المؤتمر الثاني للقمة الأمريكية الأفريقية. صباح الخير سيد السفير. يعني انا بقول صباح الخير. اهلا وسهلا. قمه واشنطن اللي هتكون على مدار 3 أيام بمشاركه تقريبا 49 دوله افريقيه بحضور 45 رئيس، يمكن لسه ما افصحوش عن مين هيكون من الحضور من الرؤساء، ولكن يمكن هذه القمه تكون مثلا في اهم الموضوعات اللي بنقشوها مثلا عن المناخ او الامور الاقتصاديه. تعليق حضرتك. يعني هو وجهت الدعوة 49 رئيس دولة على أساس أن في 4 دول أفريقية
الاتحاد الافريقي معلق عضويتهم بسبب يعني تغيرات بيعتبروها انقلاب على الديمقراطيه. فهو 49 دوله اللي اكد الدعوه 44 دوله. فيهم عدد كبير من رؤساء الدول وفي بقى رؤساء وفود، يعني اما نائب رئيس او رئيس وزراء فحسب بقى يعني الدول المختلفه. بالنسبه لجدول اعمال هو كما اشرتم يعني 3 ايام مقسم. اليوم الاول مقسم لموضوعات عامه اللي هو تمكين الشباب ومناقشه موضوع الشباب اللي هو بيسموه شباب الشتات او الدياسبورا، يعني الشباب اللي في الخارج، الشباب الافريقي. وايضا هيكون مع منظمات المجتمع المدني على اساس ان اصبح لمنظمات المجتمع المدني دور كبير جدا في عمليات التنميه الاجتماعيه والثقافيه ورعايه غير القادرين. ايضا هيكون في يعني دور المراه وتمكين المراه وايضا حقوق الانسان والحكم الرشيد، يعني كل المسائل اللي هي قضايا عامه ولكن بالذات في التركيز على الشباب، على اساس ان الولايات المتحده ترى ان الشباب الافريقي الحالي هو ده قاده المستقبل. فهنا التركيز عليه في اليوم الاول. في اليوم الثاني اللي هو هيكون بكره ان شاء الله، ده هيبقى لرجال الاعمال. رجال الاعمال من الجانب الامريكي والجانب الافريقي لمناقشه عده موضوعات مهمه جدا. يعني ايه مستقبل العلاقات التجاريه الامريكيه الافريقيه والاستثمارات المشتركه بين الجانبين، وعلى اساس ان في عدد كبير من الامريكيين له مشروعات وعدد اخر يرغب في الدخول في مشروعات. ايضا سبل تمويل البنيه الاساسيه، لان افريقيا بتفتقر الى البنيه الاساسيه. فسبل تمويل البنيه الاساسيه وكيفيه التعاون مع المنظمات الدوليه زي البنك الدولي بالذات. في برضه موضوع جديد على اساس ازمه الغذاء الموجوده، هيكون مناقشه التعاون في مجال القطاع الزراعي. القطاع الزراعي سواء تنميه ما هو قائم او التغلب على مشكله الجفاف والتصحر اللي موجوده في افريقيا. نتيجة التغيرات المناخية. في طبعا موضوع بتهتم به شركات اللي هي التكنولوجيا المعلومات، اللي هي الاهتمام بتطوير الاتصالات الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. فأيضا هيكون في تطوير المشاركة في خطة أفريقيا 2063، لأن في خطة أطلقها الاتحاد الأفريقي، خطة التنمية طويلة المدى في أفريقيا ل 2063. فكيف ممكن المساهمة الجانب الأمريكي في هذه الخطة؟ أيضا بالنسبة لرجال أعمال مساهمتهم أيضا في اللي هي capacity building أو بناء القدرات عن طريق التدريب ومراكز التدريب وربطها بالمشروعات اللي هيقدموها في أفريقيا. فده اليوم الثاني. اليوم الثالث هيكون على مستوى القمة، لقاء الرؤساء الأفارقة أو رؤساء الوفود مع الرئيس الأمريكي بايدن لمناقشة القضايا بقى العامة اللي هي ذات طابع عاوزة يعني قرارات على مستوى عالي وعلى درجة عالية من السلطة في كل دولة، وتشاور على إيه أفاق المستقبل. طبعا بالتوازي مع هذا بيكون في بقى وزراء الخارجيه بيرتقوا مع وزير الخارجيه بلينكن وطقم وزراء الخارجيه الامريكيه، صحيح، وخاصه المتخصصين في الشؤون الافريقيه لبحث حل الازمات، لان افريقيا فيها عدد كبير جدا من الازمات، سواء الازمات السياسيه اللي موجوده زي عندنا في ليبيا، في السودان، في جنوب السودان، في الصومال، في منطقة البحيرات العظمى، في غرب أفريقيا، الدول اللي حصل فيها انقلابات عسكرية وكيف تعود إلى الديمقراطية. أيضا بالنسبة لكيفية التعاون في مجال المناخ على ضوء ما تم في قمة شرم الشيخ التغيرات المناخية كوب 27 وكيفية تطويرها في المرحلة القادمة لكوب 28 تعقد في الإمارات. سيادة السفير، يعني قبل ما اختم مع حضرتك خليني اروح مع حضرتك لنقطة مهمة جدا. هل هذه القمة الأمريكية الأفريقية هتدخل في إطار المنافسة الأمريكية مع الصين وروسيا في إطار القارة السمراء؟
بالتأكيد، لأن هو يعني الدولة اللي استمر فيها يعني وجودها وتنمية وجودها على مدى سنين طويلة منذ الستينات منذ استقلال الدول الأفريقية الآن هي الصين والهند. يعني دولتين دول استمروا، لأن الهند لها جاليات والصين منفتحة تماما على هذه الدول تجاريا وإقامة مشروعات. فالولايات المتحدة الأمريكية تريد أن أيضا تتدخل بقوة أو تدخل بقوة معنا صح في الإطار الأفريقي، لأن في مجموعة الفرنكفونية اللي بتقودها بريطانيا، مجموعة اللي بتقودها فرنسا، مجموعة الأنجلوفونية اللي بتقودها بريطانيا. فهي هتدخل في هذه المنافسة على ضوء النهاردة من التنافس الأساسي في المجال التجاري والاستثماري والاقتصادي. صحيح. فهنا ده فعلا هي داخلة في هذا المجال بقوة في مواجهة الصين بالذات. هي عينها على القارة السمراء. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكر حضرتك جدا سيادة السفير على هذه المداخلة. معنا إيه يا مايكل؟ نشوف بعد كده الخبر اللي بعده. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة للشرطة، شرطة التموين والإدارة العامة والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا الغش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. طبعا بكن كل الشكر والاحترام والتقدير لدور أجهزة الأمن في التصدي لعمليات الغش وزيادة الأسعار، ويعني موضوع المواد التموينية بالتحديد دي موضوع شائك. طبعا احنا بنشيد بالدور الكبير اللي بيقوم بيه. هنطلع نشوف مع بعض التقرير ده، وبعد التقرير خليكم معانا. تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة الجرائم التموينية. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط أكثر من 85 طن دقيق أبيض بعدد من المخازن والمخابز السياحية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 59 طن دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، بالرغم من أنها محظور تداولها خارج منظومة الدعم، ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها. خلال حملات أمنية بالقاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ، كما تمكنت من ضبط أكثر من 119 طن مواد غذائية متنوعة بعدد من مخازن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة والغربية وسوهاج. قام مالكو تلك المخازن بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول بأسعار السوق السوداء، ونجحت في ضبط كمية من الأرز الأبيض تزن أكثر من 39 طن. قام ثلاثة من مالكي ومسؤولي مضرب أرز ومحلين لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة والإسكندرية والدقهلية بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. وتمكنت من ضبط 20 طن أسمدة زراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. وضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة. وضبط 63 طن مواد بناء تم حجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بسوهاج والمنوفية. كما تمكنت من ضبط 15 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص للمنظفات الصناعية بالشرقية. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 15 طن ونصف طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة. وضبط 20 طن ملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج منتجات الألبان بالمنوفية.
وضبط 34 طن ونصف طن لحوم ودواجن ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالقليوبية والجيزة والغربية والمنوفية. برحب بحضراتكم من جديد، والخبر اللي بعده بيخص الاقتصاد. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع للشهر الثالث على التوالي، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 33 مليار و532 مليون دولار. وتفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي في عضو الجمعية المصرية للإقتصاد والإحصاء والتشريع. صباح خير يا دكتور. صباح خير يا فندم. صباح خير يا حضرتك. بحاول إن أنا أختار بعض الكلمات وإحنا بنتكلم، مش عارف أقول إيه، بتكلم عن البعبع دولار، وبتكلم كمان على احتياطي النقد الأجنبي، وده عايزين نبسط الموضوع أكتر للناس يا دكتور. فكرة الاحتياطي بيرتفع أو بيقل بيمثل لينا نفع أو خطورة في إيه؟ تعليق حضرتك. تمام. هو طبعا الاحتياط النقدي بيلعب دور كبير ودور هام في الاقتصاد القومي او الوطني لاي دوله على اختلاف ايديولوجيتها السياسيه والاقتصاديه اي دوله، فهو بيتحدد عليه قرارات وسياسات اقتصاديه متعلقه بالدوله دي. فهو يعتبر يعني او بيتحدد على اساسه معيار قوه او ضعف الدوله اقتصاديا على المستوى الدولي او الاقليمي. فمثلا لما نجي مثلا نلاقي مثلا ارتفاع قيمه الاحتياطي، ده بيعطي قوه للدوله وقدره على ان هي تدبير اتفاقيات الاقتراض التنموي مع المؤسسات الدوليه زي الصندوق النقدي الدولي مثلا والاقليميه كمان. طالما كانت لديه احتياطي قوي، ده بيكون ضمان للدوله امام المؤسسات الماليه وعلى الدول وعلى المستوى العالمي، فمن هنا يعتبر مصدر ثقه في المجتمع الدولي في اقتصاد هذه الدولة. كمان بتبرز أهميته في قدرة الدولة على تدبير السلع الاستراتيجية والغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة، خصوصا في ظل الأزمات المالية. لازم تبقى أنت عندك دي بيسموه تحويشة العمر، يعني اللي أنت عينها يعني. صحيح. كمان هو يعني إحنا أهميته كمان إن إحنا بنصدر العملة المحلية بضمان العملات الأجنبية اللي موجودة عندنا الغطاء. فلو اصدرنا اكثر من لازم او بدون غطاء طبعا بدون غطاء، فطبعا هو له اهميه حيويه، وهو بيمثل اجمالي الودائع والسندات والعملات الاجنبيه اللي بتحتفظ بيها البنوك المركزيه او حتى السلطات الناديه في الدوله عشان يدعم العمله او يحافظ عليها. وكمان بيسدد الديون المستحقه وبيدبر السلع اللي مستلزمات الانتاج الاساسيه في فتره ازمات. دكتور رمزي صباح الخير في البداية، وعايز أعرف من حضرتك طبعا مدلول يعني زيادة قيمة الاحتياطي النقدي طرف البنك المركزي بنحو 121 مليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي بالمقارنة بأكتوبر من نفس العام. طبعا هو طبعا له مدلول قوي أن الدولة عندها موارد ذاتية، بدأت الموارد الذاتية سواء سياحة سواء صناعة زراعة بتبدا تؤتي اكلها او تؤتي ثمارها، لان احنا في ازمه ماليه طبعا زي ما احنا عارفين. والمفروض ان الاحتياطي ده تحويشة العمر، يعني احنا في ازمه المفروض ان احنا يعني هو مخصص ان احنا يستنزف في هذه الفتره جزء منه. فطبعا معنى ان هو يزيد ده مؤشر كويس جدا جدا ان في موارد ذاتيه دولاريه حتى في ظل الازمه وفي ظل تعطل سلاسل الامداد والتوريد، فبيرتفع ده. هو حتى لو التنمو ثابت فده مؤشر كويس، او حتى لو انخفض بقدر معين برضه شيء طبيعي، فمعنى انه يرتفع باي مبلغ فده شيء طيب جدا. صحيح. وده بيدل ان فيه انطلاقه قويه للاقتصاد المصري في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. دكتور عايز اتكلم في حته يعني شائكه، وفكره ثقافه الناس اللي اتغيرت في الاستثمار، يعني انا بتكلم عن الافراد مش بتكلم عن شركات، والناس بدأت تستثمر ان هي تشيل دولارات او تشيل ذهب، وخصوصا ان الايام اللي فاتت كانت في حاله غريبه كده في السوق. يعني انا شفت يوم الخميس اللي فات اعلان صريح لا يوجد اسعار للذهب، يعني فكره الاقبال وفكره ان الناس كلها بتتكاتف وفي زخم شديد جدا في شراء الذهب. عايز تعليق حضرتك. والله هو هذا الامر امر غير مرغوب فيه. وكده انت بتتكلم على الدولار، انت كده يعني ايه بتضعف قوه العمله المحليه. صحيح.
فبتضطر ان البنك المركزي انه يدخل يدعمها بالاحتياطي اللي هو المفروض موجود في البنك المركزي عشان يحمينا كلنا. عشان البنك المركزي هيعمل ايه؟ لازم يضخ سيوله عشان خاطر العمله بقى ضعيف. انت دلوقتي بقت في ارتفاع عمليه دولاره، انت كل الناس بتحتفظ بدولار وذهب وسبائك وحاجات من ده، فانت كده دلوقتي العمله المحليه ما عليهاش طلب. صحيح. فالبنك المركزي بيضطر انه يدخل بالاحتياطي، فانت ما تنزل بالاحتياطي ده مين اللي هيجيب للمواطن اللي هنتكلم على موضوع الافراد؟ مين اللي هيجيب لك السلع الاساسيه للصناعه؟ مين اللي هيجيب لك السلع الغذائيه الاساسيه؟ مين اللي هيجيب لك القمح؟ مين اللي هيجيب لك النفط اللي عليه دعم؟ صحيح. مين اللي هيجيب ده؟ فانت كده انت على مستوى الشخص فاكر ان انت بتكسب، بس انت بتخسر نفسك في النهايه. فطبعا لو كل واحد يعني مش عايزين نتابع سلوك القطيع ان حد يروح يشتري ده بكل الدنيا تشتري ده، طب الدهب بدا ينخفض. وحين ممكن ينخفض لان الدهب على المستوى العالمي بينخفض اساسا. على مستوى مصر عشان خاطر المضاربات بيرتفع، لان هو الحاله اللي في مصر ديت حاله غريبه. المفروض انت على المستوى عالميا الدهب اسعار الدهب بتنخفض في هذه الفتره. وده يشجعني يا دكتور انا اقول لحضرتك، يمكن انا بشوف حاجه غريبه جدا دلوقتي على السوشيال ميديا. يعني تقريبا في يعني نص الشعب المصري دلوقتي كلهم تحولوا الى خبراء اقتصاديين، وكل واحد بينزل بتوقعات ويجزم ان هيحصل كذا، ويجزم ان الدولار هيزيد، ويجزم ان الذهب هيختفي من السوق. يعني ليه؟ لا ده شيء خطير، شيء خطير جدا. ده حتى يعني اي الاقتصاد بالذات حساس، اي اقتصاد صحيح حساس. يعني حتى دايما في كل المجتمعات دايما محافظ البنك المركزي ما بيتكلمش عن اللي حصل، لان لو اتكلم كلمه ممكن الدنيا تقوم وتقعد. صحيح. فدايما بيبقى في نوع من كده، فمعنى ان الناس تقعد تصرح تقول الدولار هيبقى بكذا بكذا بكذا، ده انت بتضر بلدك. ليه كده؟ ليه كده يعني؟ وهيضر نفسه في الاساس. وطبعا الازمه دي هتنتهي ان شاء الله. ان شاء الله. ومصر عندها موارد، مصر اقتصاد عيني. دكتور رمزي، كان في من الاخبار المنتشر على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت تعويم الجنيه، عايزين برضو نعرف طبعا رأي حضرتك، وهل ده يكون صحيح؟ هو مفيش حاجة اسمها هو الجنيه حصل تعويم ليه كامل والأسعار مرنة، هو تعامجه خلاص ما عادش فيه هيعومه تاني وتالت. مفيش حاجة اسمها يعوم أول وتاني وتالت، هو خلاص بقى تبع العرض والطلب. فهو أساسا دلوقتي بقى بنتخذ الأسعار المرنة للدولار، فما عادش حاجة اسمها، مفيش حاجة اسمها تعويم أول وتعويم تاني. هو في تعويم للجنيه من الأساس، مفيش حاجه اسمها تعويم اول وثاني. فطبعا حكايه التعويم ده بتعتمد ان احنا تبنى العرض والطلب، يعني كل ما عرض الدولار بيزيد بيقل سعره. صحيح. فده شيء طبيعي، فاحنا سايبين العرض. فدلوقتي الموارد السياحيه ما بدات السياحه تنتعش، بدات الازمه الاوكرانيه الروسيه لو بدات تنتهي الدنيا هتتغير خالص، بدا الغاز ان مصر بتطلع غاز، مصر داخله في موضوع الهيدروجين الاخضر اللي هو هيبقى هو المستقبل بتاع الطاقه. صحيح. يعني هتبقى زي الدول الخليجيه كده، يعني هو لا ينضب الهيدروجين الاخضر ده لا ينضب، ده موارد احنا بنعملها. فطبعا الدنيا ماشيه كويسه، بس احنا اللي ممكن احنا نبوظ الاقتصاد بتاعنا. عايزين من حضرتك يا دكتور نصيحه، ويعني حضرتك قامه وقيمه في علم الاقتصاد، ونقول للناس ثقافه ان الناس تيجي تشتري دولار او ذهب، يعني المفروض الثقافه دي تتغير. يعني فكره ان انا ابتدي الجا للبورصه، وكان كشاب صغير او حد معاه قرشين صغيرين اقدر اخش البورصه واشتري في شركات. دلوقتي كمان الدوله المصريه نزلت 4 شركات بتخص القوات المسلحه، كمان نشجع الاقتصاد. عايزين الثقافه دي، وده دور حضرتك ودور الاقتصاديين الكبار اللي يقدروا يتكلموا عن فكره ان الناس تتجه الى الاستثمار الحقيقي في اعلاء شان مصر. تعالي حضرتك. طبعا الاستثمار في بورصه الاوراق الماليه ده استثمار واعد، واستثمار انت في شركه وبتكبر، كل ما بتكبر انت بتكبر. الحاجه الثانيه، انت حتى لو الاستثمار في الذهب الناس واخدها غلط، مضاربه، ده مش استثمار في ذهب. انا ممكن استثمر في ذهب، الذهب ده استثمار طويل الاجل. صحيح. يعني انا مثلا ممكن اجيب مثلا ويسموه زينه وخزينه. يعني مثلا الست بتتزين بيه وخزينه برضه، ممكن اجيب تسيبه فترة كبيرة لو انت عايز تستثمر الذهب، لكن مفيش حاجة اسمها تجيبه النهاردة وتبيعه بكرة وتبيعه بعده وتربك السوق. كذلك انت المفروض الضرايب اللي هتتخلص منها دلوقتي، الشهادات الايداع اللي موجودة في البنوك، معلش انا لو معايا 1000 دولار لو انا مثلا غيرته مصري هيبقى 24000 جنيه. 24000 جنيه في فايدة 15%، شوف الفايدة هتبقى قد ايه. لكن 1000 دولار مهما سعر الفايدة الدولار زاد، امتى يبقوا متساويين؟ لما يبقوا الاثنين زي بعض، يعني امتى الدولار الاثنين يبقى مكسبهم واحد؟ اما يبقى الفايده على الدولار تبقى 15%، وده عمره ما هيحصل. صحيح. فانت اساسا لما تحط في ذهب انت بتاخد عائد نادي وبتحفظ فلوس، او تستثمرها في اي حاجه ممكن تشتغل، ما فيهاش حاجه ما تشتغل، تستثمرها في عقارات. انت بتستثمر عقارات، ده استثمار مش عقيم.
ليه؟ لان انت بتشغل ناس، انك بتصرف عقارات صحيح، بتزيد الطلب على العقارات، لكن انت بتصرف في ذهب، الذهب بتاخده تعينه. طب انت دلوقتي ما شغلتش حد صحيح، فلازم احنا نخاف على بلدنا، ولازم ان احنا وكل واحد يخلي في شغلته. نتمنى يعني يا دكتور ان الاحتياطي كمان يزيد، وده يكون عن طريق الاستثمار والنجاح، والناس كلها تتكاتف في العمل لاعلاء اسم مصر. بشكر الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. شكرا جدا دكتور رمزي. وبكده مشاهدينا تكون انتهت فقرتنا الإخبارية. هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا التانية، فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المانشيتات، وده يكون من خلال ضيفنا النهاردة أستاذ إبراهيم طه الكاتب الصحفي. خليكم معانا.